النظرة على الروتروفيزور وقت اللي نخضر مرة أخرى لتاريخ الزلزال 25 جويلية 2021، كانت مجموعة كبيرة مساندة للرئيس من بينها حركة الشعب، ثم تقلصت المجموعة رويدا رويدا بطول الزمن إلى أن وصلنا إلى تاريخ أعتقد أنه ارتداد جديد للزلزال متاع 25 جويلية اسمه تاريخ 22 سبتمبر، الأمر 117 اللي خلى عدد كبير من الأحزاب المساندة لقرارات 25 جويلية تدخل في غمار وصف ما وقع بال الانقلاب الرسمي. لم يبقى للرئيس إلا حركة الشعب. لا هو مش كان حركة الشعب، لأنه نذكرك أنه نحكي على الأحزاب، أي ثم بيان صدر تقريبا 3 أيام التالي في 6 أحزاب، منهم حركة الشعب، منهم تونسي للأمام، منهم الوطن الاشتراكي، منهم حركة البعث، منهم التيار الشعبي، منهم وتنجم تكون المسألة القائمة أوسع. وهذا مش مهم بالنسبة لنا، احنا مش قضيتنا معانا. احنا شوف، احنا لم نساند رئيس الجمهورية، احنا سندنا مشروع. واحنا نحب نذكر نهار 24 جويلية بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد محمد إبراهيم، مش نحكي على التاريخ القديم، مش نحكي في بيان صادر موجود. كنا الحزب الوحيد في تونس دعينا الناس باش تظهر غدوة، لأن ثم وقتها ثم الدعوات للتظاهر وكانت الناس متوجسة وخايفة، احنا قلنا الناس اخرجوا تظاهروا تظاهر سلمي واسقطوا هذه المنظومة. دعيتوا إلى إسقاط المنظومة. طبعا نحن نعتبر أن هذه المنظومة التي دمرت البلاد أوصلتها إلى حافة الإفلاس، جوعت الناس، رهنت القرار السيادي بتاع تونس. وصلنا باش ما ينساوش التوانسة بلكش شهرين هذوما، راه وصلنا قبل ما يسقطوا الجماعة هذوما، وصلنا دبوز أكسجين ما ثماش في السبيطارات، مشاكل كبيرة و22 ألف ضحية. حاب نذكرهم راهو اليوم في الشهرين هذوما لقحنا بريسك 4 ملايين، 4 ملايين تونسي بالجرعتين، اللي هما بالكذب وما نجموش يلقحوا حتى 300 ألف واحد. 290 ألف واحد، والناس كانت تموت، وليس الحكومة بتاعهم كان يحوس في الوتلة وهم يبرروا له. طيب خلنا نرجع لك على كلمة إسقاط المنظومة زهير. دونك احنا كنا منذ البداية نعتبر أنه شوف، خلنا نكملك ملخص صغير. في تونس احنا نعتقد صارت ثورة في تونس في 2011 اسمها ثورة الحرية والكرامة. طيب رفعت شعارات الحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية، حولتها هذه المنظومة الفاسدة إلى مجرد تحول ديمقراطي عليل مرتهن للوبيات الفساد في الداخل ومرتهن لقوى الهيمنة في الخارج. نتيجته أنه هذه الثورة أفرغت من أي مضمون اجتماعي وتحولت إلى مجرد صناديق صراعات هوية وصناديق اقتراع وتمركز على المطلع. وطبيعي أن هذا الشعب الذي أنجز هذه الثورة هو يقاوم. رأي المقاومة بتاع الشعب لم تتوقف من 2011.